السلام عليكم. نكمل مع الباسيف فلترز، بس خلينا نروح لاكزامبلز. الاكزامبلز الحلو فيهم انه يمكن نشوف شيء جديد غير اللي احنا شرحناه، والان دورنا نفهم افضل. الان عندنا سيركت، ما بدنا نعرف شو نوع الفلتر اللي امامنا مباشره. خلينا نفكر انا وياكم سوا، الاوتبوت فولتج اللي هون متى بيكون صفر؟ ببساطه لما الكباستر شورت سيركت. الكباستر شو الكباستر؟ واحد على اوميجا سي. متى هذا goes to zero؟ متى short circuit؟ لما أوميجا goes to إيش؟ goes to infinity. فبالهاي frequency هذا short. هاي أول معلومة عندنا. خلينا نقول بالهاي أوميجا هنا بالهاي short circuit فيش output. لان باللو frequency برضو بالهاي frequency هذا open circuit. فبالتالي كمان ما حيخلي لما هذا open circuit، لما هذا open circuit فيش إشي راح يوصل لهون، صح؟ فبالتالي ما حصلنا output بالhigh frequency. فعلى الجهتين الhigh frequencies ما اشتغلوش. low frequency هذا short circuit وهذا open circuit. بما إنه هذا open circuit معناته صفت معنا الدائرة هاي بسيطة. طب ليش في L و C؟ حتى نتحكم بالcutoff frequency أفضل تحكمنا، يعني كأنه صار تحكم هو second order. مبدئياً الترانسفير فانكشن، شو هو الاوتبوت فولتج؟ الفولتج على التو اليمنتس اللي هون. فلو انت اخذت ثيفنين اللي هم سوري يعني ايكوفالنت تاعتهم برا للبناتهم، بعدين سيريز هون. شو يعني بعدين سيريز هون؟ يعني فولتج ديفيجن. فاللي صار عندنا اخذنا البارلل اللي هي الايكوفالنت امبيدنس اللي هون بالاس دومين، وزدنا عليها اس ال بالمقام، يعني فولتج ديفيجن زي ما كلياتكم عارفين. فردينا ترتيبهم في الآخر، هاي اللي طلعت معنا. هذا الترانسفير فانكشن اللي احنا بندور عليه. هذا الترانسفير فانكشن اللي احنا بندور عليه، تعالوا نفكر فيه سوا أنا وياكم. هل يعني ننسى أنه عندي سيركت؟ الآن نعتبر أنه السؤال، إذا بتلاحظوا أنه هو شرح مش حل إكزامبل، صح؟ نعتبر أنه أنا عندي هذا الترانسفير فانكشن، وجاني سؤال بالامتحان، هل هذا الترانسفير فانكشن لا لو باس، هاي باس، باند باس، فلتر، ولا شو هو؟ فببساطة بدنا نحوله لجي أوميجا، حولناه لجي أوميجا، واضح إنه أوميجا موجودة عندي بالمقام. هاي الأوميجا اللي عندي بالمقام متى الأوتبوت زيرو؟ بس لما أوميجا very high. فبالتالي هو إيش؟ low pass filter. نرد نعيد، لما أوميجا very high يعني بالهاي frequencies فيش output. لما قلنا شو قلنا إحنا؟ لما أوميجا very high الأوتبوت أو الجين H magnitude شو تساوي؟ zero. متى؟ as Omega goes to high value H magnitude goes to zero. فمعناته إيش؟ هو high frequency بعملها stop أو block، فهو low pass filter. واضح المعنى، ما فيش كيس تانية إنه نحاول نحل فيها. متى إحنا بنفكر في band؟ إذا كان عندي low high same value، يعني عند اللو فريكونسي والهاي فريكونسي. هنا باللو فريكونسي هيك متخيلها، باللو فريكونسي هاي صفر وهاي صفر، شو صفت؟ R على R. ف H magnitude goes to 1 متى؟ لما أوميجا goes to 0. فواضح إنه هنا باس وبالهاي فريكونسي هو إيش؟ stop. فبالتالي هو إيش؟ low pass filter. طيب ال H magnitude حسبنا. الآن شو طالب من السؤال؟ نرجع بده الكورنر فريكونسي. الكورنر فريكونسي قلنا احنا كيف بدنا نحسب الكورنر فريكونسي؟ طلعنا الاتش ماجنيتيود وبنقدر نعوض الارقام. ضل نقول انه الاتش ماجنيتيود هاي الاتش طلع معي مش حاطط، هو الابسوليوت فاليو على اساس انه البولد والنون بولد، هذا بيساوي واحد على كم؟ واحد على جذر الاثنين. فضل نحل هاي المعادله. لما نحل هاي المعادله بيطلع معنا اوميجا ايش؟ حل هاي المعادله حيعطينا اوميجا كورنر، الكورنر فريكونسي. عندنا ترتيبها انه احنا واحد على جذر الاثنين ربعناها، وهذا التيرم ربعناه. ليش هيك عملنا تربيع؟ لانه شو كان عندنا قبل شوي؟ كان في هون سكوير روت، عشان نخلص من السكوير روت بدنا نربعهم. ربعناهم صفت هاي المعادله، حلينا هاي المعادله، طلع معنا اوميجا كورنر شو مالها؟ اللي هي 742 راديان بير سكند. واضح انه الحل شو اعطانا؟ بوزيتيف فريكونسي ونيجاتيف فريكونسي. فمعناته احنا اكيد راح ناخذ بس الريال فريكونسي، لان هاي المعادله اللي احنا استخدمناها. لكن لو طلع معنا تو ريال فريكونسيز معناته تو كريتيكال فريكونسيز،
تو كريتيكال اللي هم مين؟ اوميجا 1 واوميجا 2. بس احنا من الاناليسز اللي احنا عملناه تنبأنا انه هذا الكلام مش موجود. طيب هاي السيركت حتلاحظ انه يعني جرب هيك فكر فيها وحلها، لانه انا كونه يعني يمكن نجيب بالفاينل من البراكتس بروبلم يمكن. طيب اكزامبل ثاني برضو نحله بشكل سريع شوي. هو الان حكالي انه هو باند ستوب فلتر. شو يعني باند ستوب فلتر؟ يعني بالنص في هذا الباند زيرو شو اسمه نيجاتيف دي بي، نيجاتيف دي بي. طب والمنطقة الثانية لا زيرو دي بي اللي هو 1 زيرو دي بي. ايديالي هذا هو البودي بلوت تاعه. طيب فمعناته انا وياكم بدنا انه الباند ستوب فلتر is to reject single frequency. معناته هذا بيحكي عن ايش؟ عن السبيشال كيس تاعت الباند ستوب فلتر. شو اسمه هذا الفلتر؟ اللي هو النوتش فلتر اللي احنا حكينا عنه. الان احنا عندنا معلومه شو هي؟ لحظه شويه. 200 هرتز ريجكت 200 هرتز واعطانا، سوري انا ما كنتش مكمل السؤال، واعطانا انه الباند ويدث 100 هرتز. فعندنا اوميجا سنتر السنتر فريكوانسي شو تساوي؟ 200 هرتز، والباند ويدث كله الباند ويدث اللي نعمل له ايش ستوب، اللي نعمل له ستوب عباره عن ايش 100 هرتز. 100 هرتز الباند ويدث كلياته. ف سوا نفكر انا وياكم في السؤال. طبعا اعطانا قيمه الريزستور، لازم نرجع لهذا الفيجر. هذا الفيجر سوا انا وياكم كيف ممكن نفكر فيه، بما انه الفيجر يعني لو افترضنا انه انا الفيجر مش عندي، لما حكيت لك انه الباندويت بيساوي ار على ال، متى الباندويت بيساوي ار على ال؟ في السيريز ريزونانس، في السيريز ريزونانس. فهي طلعنا كتبنا القانون، لكن القانون التريك اللي تجيك في الامتحان وكونه ممكن يكون في فاينل انسر بالفاينل، الوحده هاي اتش سوري الباندويث اعطانيها بالهرتز ولا بالراديان؟ اعطانيها بالهرتز، واحنا القوانين كلها كل هالقوانين مش بالهرتز، بالراديان. تمام. فالباندويث بيتا او بي شو بيساوي؟ 2 باي اف. هاي حولناها لشيء جاهز بالقوانين. الآن شو صار عندنا بالسؤال؟ عندنا إنه الباندويث 100 هرتز والريزيستنس عندنا، فمباشرة شو بنطلع من هذول؟ L، لأنه الباندويث شو بيساوي؟ R على L. فL إحنا هينا هيك حسبناها، هاي ال L اللي إحنا حسبناها. بعد هيك شو خلصنا ديزاين؟ لا، اتذكر إنه السيركت تاعت الباندويث تاعت الباند ستوب أو الباند باس أنت محتاج L بالسيركت البسيطة. أنت شو محتاج؟ محتاج L ومحتاج سي. فكيف بدنا نجيب ال L وكيف بدنا نجيب ال سي؟ محتاجين احنا ايش؟ R و L و C. فاحنا R هو اعطانا اياها، L حسبناها من وين؟ من الباندويث. ضل نحسب سي. سي من وين نحسبها؟ احنا عارفين انه السنتر فريكونسي اللي هي ال 200 هاي شو تساوي؟ السنتر فريكونسي اللي هي 1 على جذر ال LC. كم السنتر فريكونسي؟ كم أعطانا إياها؟ هو 200 صح؟ هاي 200 تساوي 1 على جذر ال L معنا، والC بدنا نحسبها صح ولا لا؟ أكيد أنا تركت سبيس هون ليش؟ هذا F شباب، هذا F نوت. شو ظل نضربه؟ ب 2 باي. إذا ما ضربت ب 2 باي هتلاقي الإجابة موجودة وتطلع خطأ، إذا كان السؤال مثلا multiple choice، لأنه ضروري تركز إنه هذا إيش؟ هيرتز وهذا هيرتز، وإحنا القانون تاعنا واحد على جذر ال LC. شو هذا؟ هذا راديان بير سكند. فهيك احنا كتبنا معادلة فيها C، وهيك خلصنا ديزاين للفلتر. طيب لو ما كانش معطيني قيمة الريزيستر، شو ممكن افكر فيه؟ كيف ممكن افكر في السؤال؟ ساعتها انت عندك infinite number of solutions. واحد يختار قيمة الريزيستر 100 ويكمل حل، بيطلع الديزاين تاعه صح. واحد يختارها 20 ويكمل حل، بيطلع الديزاين تاعه صح. لكن احنا قيمة الريزيستر والاندكتر والكباستر كيف ممكن احنا نختارهم؟ هون الكتاب مش مركز على هذا الموضوع، بس احنا بالعادة الريزيستر والكباستر احنا بنختار براكتيكال فاليوز موجودة، الستاندرد فاليوز اللي موجودة. اتوقع هذا دربتوا عليه يمكن بمواد سابقة، انه انت بدك تشوف مثلا ال 150 اوم اللي انت بتفكر فيها، ليش فكرت فيها اصلا؟
لانه يمكن هي اللي موجوده عندك باللاب، او لانه السايز تاعها والكرنت كابابيليتي تاعتها الباور ريتنج تاعها بتحمل السيركت تاعتك، فانت قررت انه خلاص 150 اوم. الان بعد هيك الكباسنس اللي طلعت معك 2.6، يمكن هاي 2.6 ما يكونش موجوده، فمثلا اخترت انت 3.4 مايكرو فاراد، ما اي يعني بس اي اكزامبل. الان هاي ابتعادك بقيمه الكباسنس عن الفاليو اللي يفترض انت حسبتها بالكالكوليشن، لازم يكون له ريفليكشن. كيف يعني يكون له ريفليكشن؟ لازم انت تعدل قيمه ال ال بحيث انه ايش، او تعدل كمان قيمه ال ار بحيث انه يضل الديزاين صحيح. فهذا بيعتمد على البراكتيكال فاليوز، بس احنا الحمد لله الامتحان يعني اما انا بدي اجبرك، مش مطلوب منك تحفظ البراكتيكال فاليوز، بس في البراكتس بروبلمز اتمنى تتدربوا على هاي الجزئيه. ما تبقى من الفيديوهات القادمه بخصوص الفلترز ما حيكون في معلومه جديده، انا حوقف بالفيديو هذا الان وحترك الباقي لفيديوز لاحقين. المعلومات اللي راح تيجي من الان وصاعد حتكون اغلبها خارج كتابنا. ليش جمعت لكم اياها؟ علشان انك انت تشوف الفلتر من زوايا مختلفه، فتفهم موضوع الفريكوانسي ريسبونس والباسيف فلترز ان شاء الله انها بطريقه افضل. اما كمعلومه جديده مش راح تكون في معلومه جديده، حيكون في شرح بطريقه مختلفه شوي، او مش شرط بطريقه مختلفه، تركيز خلينا نقول تاكيد اكثر. ويعطيكم الف عافيه.